سيدة أم محمد رجعت لنا تاني، اتفضلي يا أم محمد. أيوة السلام عليكم يا شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. في سؤال عايز أسأله لك من زمان، بس صلي على سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، سيدنا محمد أعظم البشرية رحمة وإنسانية. آمين. أنا عايزة أنا بس عايزة أسأل سؤال محيرني يعني من زمان عايزة أسأله. لو واحد مات وجنبه عيل طفل صغير أو طفلة، ده يبقى ايه دوت؟ يعني هل الطفل ده بيشيل ذنوب وبيغفر له؟ عشان ربنا بيقول ان الابرار لا في النعيم وان الفجار لا في جحيم. حاضر اقول لك يا حاج. اول حاجه بس احنا دلوقتي عندنا تصورات لطيفه خالص خاصه بالقبر. القبر لازم تعرفوا ان القبر مختلف تماما عن المساحه اللي انتوا بتنزلوا فيها المتوفى. القبور بتتسع، لان احنا المسافه ما بين الحياه الاولى والحياه البرزخيه بتنقل الانسان الى حياه مختلفه تماما، حياه فيها نعيم وحياه فيها في بعض الاسئله وحياه فيها ملائكه وحياه فالحياه واسعه جدا. فمش متصور خالص ان طفل مات ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عصفور من عصافير الجنه ان هو يتاذى بان حد ما دفن معاه وهو صاحب ذنوب. لا، الكلام ده مش صحيح. والكلام ده الناس بيعملوه ازاي؟ وكأنهم عايزين ينزهوا الطفل من ان حد يكون هيجيب له سبة مثلا ان هو مدفون والله في قبر معاه واحد وعرفش ايه. لكن لا، القبور في عالم اخر له قوانين اخرى غير القوانين التي نعيشها. فاطمئني، لا الطفل مش هيحصل له اي اذى. الطفل ده منعم مبارك، وخاصة لو كان طفل صغير ده منعم من أول نزوله للقبر لغاية ما يوصل إلى الجنة ويكون مع سيدنا إبراهيم عليه السلام.